اللهم لا تحوج أحدا منا إلى طبيب ولا إلى مستشفى ولا إلى عملية جراحية. يا مداوي يا الله، يا شافي يا الله، لا دواء إلا دواؤك، لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم إن فينا مرضى يئنون من المرض ويشكون مرضهم إليك، وقد عجز الطبيب عن مداواتهم. يا رب يا رب يا رب، أنزل عليهم دواء من عندك، شفاء من عندك. اللهم داوهم بدوائك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم من فقدنا من آباء وأمهات وأجداد وجدات وأصول وفروع وإخوة وأخوات وأولاد وبنات. اللهم أنزل على أرواحهم نورا يتلألأ من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور. اللهم بلغهم منا في هذه الساعة السلام. اللهم نور عليهم قبورهم.